في أحد؟ أسعد الله صباحكم ومساكم بكل خير، الله يعطيكم الصحة والعافية وراحة البال. طبعا جماعة الخير، أنا وصلت الموقع الآن، بدخل الموقع وكالعادة أي ملاحظة أي استفسار أكتبوا على الهاشتاج في تويتر المغامر عبد الله العنبري أو أرسلوا هنا على الخاص، وكلنا نقول مع بعض أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قدامنا هنا الموقع، نقول بسم الله شجرة العشر في البداية، توكل على الله. شايفين هذه هنا جوة بذور شجرة العشر اللي يسموه شعر الجن، شوفوا مليانة جوة هنا، شايفين من هنا تخرج بذور شجرة العشر اللي هي شوف فيه زي الحليب، هذا مادة سامة لازم أغسل يدي. طبعا الطير الشعر حامل البذور وتطير في أي مكان وتنبت، هذه وريتكم من هنا تطير بذور شجرة العشر. أوه تذكرت هذا المكان يا جماعة، كأني جيت فيه تقريبا قبل سنة إما خاب ظني. في أحد؟ الغرفة مقفلة. عرفت هذا المكان يا جماعة، الناس حاولوا يفتحوا الباب، رفزوا في الباب. كالعادة انت وراي وراي، لا اله الا الله، ما يخلوني في حالي ابدا. انت جن؟ اذا جني غمض عينك، عادة انا دائما اقول لك مغمض عينك. شوفوا يا جماعة عينه ما ترمش. اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، والله شوف يا جماعة قطو أسود، غمض عينه وفتح. بسم الله الاثنين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شفتهم تحت
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله. الحصى، حذف عليه الحصى. شوف يا جماعة، مع الفزع. بسم الله رب ستر. شوف المسمار، اقسم بالله ما انتبهت. والله ان هذا الشيء دخل في رجلي وانا ولا ادري. بسم الله. دعست الشيء ذا، حسيت زي اللسعه في رجلي. بعدها انا اشوف ايش ذا المسمار ذا في رجلي. وش سالفة اللمبات هذه بالطريقة كلها في بيتها؟ في أحد؟ أنا استغرب يا جماعة من هذا بالذات، ليش كذا هم كذا بالشكل بالطريقة هذه؟ يعني شيء عجيب والله. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في أحد؟ بسم الله. في أحد؟ اقسم لك انه في احد هناك. من انت؟ اوه الطفايه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا جماعه انه هذا الشيء طاح من فوق لتحت.
أنا ولا لحقت أصوره. عيد الفيديو شوف هذا ما تلقوه. لما رحت هناك أنا دوب السناب أشوفه قسم بالله هذا يطيح من فوق لتحتين على طول. بسم الله. هذا الباب مقفل واضح إنه في ناس تحاول يفتحه. فجعنا الشيء ذاك اللي طاح والله ولا لحقت اصوره. بسم الله. من هنا من فوق شوفوا ذا اللي في الارض. والله طاح من هنا يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الشجر بين قطع البلكونة. لا حسبت أول واحد هنا. بسم في أحد هنا؟ في أحد لو سمحت؟ شفتوا؟ رمى الدبة هذه هنا يا جماعة من جوا بعد ما رفست اللي هناك.
هذا الباب مفتحت أنا. الناس هذا آخر شيء هنا يكون في سحاجة أو شيء كده. بسم الله. وش الفرشة دي؟ الله فضار. في مناديل وفي. في مناديل وفي شيء ما ادري انا ما اعرف شيء غريب بس ممكن صدق ممكن اتوقع مع فتحة الباب والهواء في شباك مفتوح هنا انا الكبس حقي طفي يا جماعه شيء غريب في مناديل بعد كمان راح احس شيء كذا الله يكرمكم شيء مقرف تعبت يا جماعة ما خلصت العمارة دي ان شاء الله اخر دور اي والله ان اخر الدور لا اذا في بعدها والله انا تعبت يا جماعه ان شاء الله اخر دور اشوف والله في لا والله تعبت حمام ميت في كل مكان طيب يا جماعة الخير أنا والله تعبت بحاول أكمل لكم هذا الدور إن شاء الله في المغامرة القادمة تخيل ثلاثة أدوار مدري أربع أدوار مدري كم دور هذا أنا قاعد يعني أشوفهم لوحدي فكل أمانة والله متعب جدا بس الدور هذا بكمله إن شاء الله معاكم بعدين كان في صوت صرخة
كم سامع صوت. والله ترى تعبت. في أحد؟ والله ما أدري باقي فوق كم، ممكن أجيله بعدين يا جماعة. بسم الله شوف هذا كل شيء يطيح، خلنا أكملها خلاص. إذا في كمان فوقها لا والله أنا أعتذر منكم يا جماعة. بسم الله. أوه هذه الغرفة الشقة المسكونة 401. أعتقد في كمان فوق. في 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 أنا أعتذر، أنا عني تعبت. بسم الله لا هذه الغرفة 401. بسم الله المهم برجع مرة ثانية. والله يا جماعة إني تعبت، شوفوا كم كبر. بسم الله 401. بسم الله بسم الله. سمعت الصوت. في أحد؟ طيب يا جماعة أنا كذا الآن راح أخرج من الموقع. كالعادة أي ملاحظة أي استفسار أكتب على الهاشتاج في تويتر المخابر الضرر العنبري أو أرسله على الخاص. وربي يعطيكم العافية وإن شاء الله نلتقيكم في مغامرات قادمة. في أحد؟